تحاول رانيا يعقوب جاهدة تبسيط وسائل تعلم اللغة العربية لنجلها جو، خاصة في فترة التعلم عن بعد وإقفال المدارس بسبب تفشي جائحة كورونا. فرق ما يكون الولد قاعد بالصف وفي تفاعل مباشر مع الأستاذ، فرق ما يكون قاعد قدام شاشة اللابتوب وعم بيشوف، عم بيلاقوا شوية صعوبة، وهالشي عم بيخلينا نحن نتعب معهم أكثر بالبيت. تحديات تعلم اللغة العربية ماثلة ولو بنسب أقل خلال التعلم الحضوري، فداخل الصفوف أساليب يبتكرها الأساتذة لتحفيز الطلاب على حب وتعلم اللغة العربية عبر تقديم مادة تفاعلية معاصرة تخاطب عمر كل طالب. صرنا عم نودي للولد مسبقاً كبسول فيديو عن درس بدها تشرحه المعلمة خلال الأسبوع. هالفيديو بيتضمن غنية، يمكن قصة صغيرة، لعبة صغيرة، نشاط معين ممكن يعمله هو وإخواته، بألوان معينة، بتسلسل وبتدرج أسئلة بتساعده على فهم واستيعاب الدرس. يسعى أستاذ اللغة العربية باتريك رز الله أسوة بغيره من الجمعيات الأدبية واللغوية إلى تطوير عملية تعلم اللغة العربية ونقلها من التقليدية إلى التفاعلية العصرية عبر استحداث منصات إلكترونية خاصة. نصوص تكون مسموعة، يقدروا الأساتذة يبعثوا الفروض عبر المنصة يردوا عليهم التلاميذ كمان. وبتعرف الولد اليوم بيحب الإنترنت، بيحب وسائل التكنولوجيا أكتر، ولما منقدم له المادة بطريقة جاذبة عبر شريط الفيديو بالصوت بالصورة الوسائل السمعية والبصرية بتلاقي التلاميذ عم يتفاعلوا بشكل كتير حلو. ما زالت جهود المدرسين والمربين تنصب على الحفاظ على اللغة العربية كلغة رئيسية في ظل مزاحمة اللغات الأجنبية لها. محبو اللغة العربية من أساتذة وأكاديميين يرفعون راية الحفاظ على سبل تعلمها بكل الوسائل المتاحة على الرغم من كل التحديات، فاللغة العربية كما يقولون هي ثقافة وهوية مجتمع برمته. جين عفيش، الحرة، بعبدة، جبل لبنان.